فالمرأة المصرية نزلت في اليوم دوت عشان تقول نحن معك، نحن سنتحمل تكلفة مجابهة الإرهاب اللي احنا لغاية دلوقتي بقالنا 3 سنين ونص اهو بندفع ثمنها. فهم نزلوا كام؟ نزلوا زوجاتهم، ازواجهم، ونزلوا ابنائهم وبناتهم في الشارع في وقت صعب جدا خلال يومين. 33 مليون او اكتر نزلوا الشوارع في كل حته في مصر، في كل محافظه، في كل قريه، في كل ميدان، قالوا احنا موجودين سنجابه الارهاب. واللي هم عارفين ان مجابته معناها ايه؟ ان ده معناه ابناء تفقد تستشهد، معناه ايه؟ ازواج تضيع، يعني تستشهد، ما يبقوش موجودين معاهم. قدموا ده لاجل خاطر بلدهم ولاجل خاطر الانسانيه. فانتوا مش عايزيني، مش عايزيني ابقى احترمها واقدرها واتواضع امامها في مصر؟ لا. وللاسف انا بقول لكل للرجاله وللشباب، الشباب خلي بالك من كل شابة وكل سيدة وكل امرأة، انحني أمامها، انحني أمامها. الكلام اللي بقوله ده مش كلام معسول، مش كلام معسول عشان أراضي بيه الناس. انتبهوا يا مصريين، انتبهوا، انتبهوا لحضارتكم. انتم اللي علمتوا الإنسانية، انتم اللي علمتوا الإنسانية، وانتم اللي شكلتوا أساس الحضارة. انتبهوا، انتبهوا وتعاملوا في هذا السياق. لما تكون المرأة تتقدم ونقف احنا